معنا من بيروت مراسلتنا دارين الحلوة. دارين، إذن اسم جديد يطرح على هذه الساحة لمل هذا الفراغ الذي دام في لبنان. ما حظوظ سيد جهاد، وأيضا ما الذي تقوله الأطراف المتضادة في لبنان حول ترشيحه؟ طبعا جهاد أزعور، وهو مدير الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، اسمه راجع في الآونة الأخيرة بعد أن تبنى ترشيحه عدد من الكتل والقوى السياسية السيادية بالإضافة إلى التيار الوطني الحر، وبات يحصل جهاد أزعور على أصوات عدد من النواب يخوله يعني أن يحول الجلسة المرتقبة يوم الأربعاء المقبل إلى منازلة ستكون بينه وبين مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية، الذي استمعنا بالأمس إلى تصريحات نارية صدرت عن فرنجية هاجم فيها كل من يعارض ترشيحه، وهو يعني كما يعني تقول يعني وسائل الإعلام أعاد نبش القبور في محاولة لإطلاق النار على من يعترض أو يعارض ترشيحه، في حين أن كان لافتا اليوم بيان أزعور، وهو البيان الأول الذي يتحدث فيه عن برنامج عمله، وهو يستخدم المصطلحات السياسية يعني الحديثة، وكأنه يؤكد للبنانيين بأنه خارج الاصطفافات القديمة، خارج المنظومة وأحزابها. طبعا اليوم السعي من كل الأطراف هو من أجل حشد أو تأمين أكبر عدد ممكن لكل من المرشحين، مع العلم أن كل التأكيدات تشير إلى أن الجلسة المرتقبة يوم الأربعاء قد تنعقد فيها الدورة الأولى، لكن من المستبعد أن تنعقد الدورة الثانية، والتي تتطلب بأن يفوز أي من المرشحين على 65 صوتا، وبالتالي هذا الأمر يمكن أن يؤمنه جهاد أزعور، كما هناك معلومات تقول أن سليمان فرنجية أيضا يمكن أن يؤمنه في ظل وجود كتلة نيابية حتى هذه اللحظة ما زالت تدور في المنطقة الرمادية، وهي ترفض الإعلان عن أصواتها لمن ستتوجه في صندوقة الاقتراع. إذن هي منازلة كبرى، لا شك أن اليوم أزعور بات مرشحا جديا وقويا، وتمكن بالفعل من إحراج الثنائي الشيعي ومرشحهما لرئاسة الجمهورية. من بيروت مراسلتنا دارين الحلوة، شكرا جزيلا لك دارين.